السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام. حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي موجودة أسفل الشاشة، وعندكم رقمين بالأسفل بصفة إشارة الواتساب، اللي ما يقدر يتصل بينا يقدر يدزلنا رسالة واتساب نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة اليوم. بسم الله نبدي، وبأول ملف ويانا بحلقة اليوم اللي هو ملف القصف الإيراني لمحافظات الشمال العراقية. أكدت مصادر صحفية أنه إيران نفذت قصف جديد استخدمت به الصواريخ والطائرات المسيرة واستهدفت مواقع بناحية ألتون كوبري بمحافظة التأميم، ورا يومين من هجومهم على محافظة أربيل. وشنت إيران ليل الأحد فجر الاثنين ضربات استهدفت مناطق عدة بمحافظة أربيل بذريعة استهداف مقرات لأحزاب كردية معارضة. هالأثناء قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالعراق جيني هنس بلاسخارت أنه لا يمكن التهاون مع الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت شمال العراق. وأضافت بلاسخارت أنه الهجمات الإيرانية المستمرة على مناطق بكردستان العراق تقوض استقرار العراق وتعبث بأمنه وأمن المنطقة. وأشارت إلى أنه على الحكومة ببغداد أن تعمل على عدم إفساح المجال لمزيد من الأعمال العدائية على أراضيها. ما أعرف يقدرون ما يقدرون، الله أعلم، لكن خلونا نشوف جانب من اللحظات الأولى للقصف الإيراني على ناحية ألتون كوبري بمحافظة التأميم وياكم. أرد أقول شغلة للحكومة والبرلمان والسياسيين، هم مصرين أنه بالبرلمان يدرجون ويا القصف حتى يعبرون هذا القصف، القصف التركي لحزب العمال الكردستاني البيكيك المعد إرهابيا واللي يعتبر إرهابيا بدول العالم. لكن الجماعة عبروا العمق العراقي كله، إذا نحسب الحدود الإيرانية وين، ومحافظة التأميم وين، دوروا للسيادة وين. على كل بهالأثناء تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لحالات الهلع والخوف بصفوف الأطفال بالمدارس القريبة من مكان القصف الإيراني بمشهد مرعب يشبه المشهد اللي صار ويا أطفال محافظة أربيل بسبب القصف الإيراني قبل تقريبا شهر بظل صمت حكومي مطبق لتكرار مثل هذا القصف وانتهاك واضح لسيادة العراق اللي تتبجح بها الحكومة وأحزابها. خلونا نشوف. ترى سيادتنا محفوظة، بس شوية صارت يخني. ناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود أنا من فيسبوك من خلاص حسين تقول حسبي الله ونعم الوكيل. شنو ذنب هالأطفال؟ عاشوا برعب وصراع وصدامات، الله ينتقم من إيران. علي الفاضل يقول بظل العملاء والخونة والذيولة يكون هكذا حال البلاد. قيس البيجان يقول الله ينتقم من العصابة الإيرانية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاطمة الحسن الحكومة ليش تخافون وتجاملون؟ إحنا مو شعبكم، إذا مو زلموا ما تقدرون تحمون العراق طلعوا وإحنا ندافع عن بلدنا، صار من هب ودب يتعدى علينا. كانت هاي التعليقات اللي موجودة ويانا
بخصوص القصف الإيراني اللي عبر العمق العراقي واللي عبر المناطق الحدودية ما بين إيران والعراق، لا وصل إلى محافظة التأميم وتحديدا بناحية آلتون كوبري. أبو علي من الديوانية حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير لحضرتك ومساء الخير لجمهور الرافدين. حياك الله. احنا اليوم كنا يعني نعرف ان ايران الهجمة العسكرية الايرانية هي لتصدير الازمة الموجودة عندها داخلية، اللي هي طبعا وصلت الى حد قوي جدا وان شاء الله راح تكتمل. واحنا مو اول مرة ايران تقصف، لكن انا اللي بصراحة اليوم اجتماع مجلس النواب العراقي وما طلع بشيء، ما طلع بياني مادي. الحكومة اليوم إطارية، البرلمان إطاري اليوم، يعني إذا هذا القصف وما يعني ماكو استنكار وماكو موقف، والله وزارة الخارجية تحتج، ماكو احتجاج، أكو شكوى تقدم للأمم المتحدة، أكو شكوى تقدم إلى الجامعة العربية، أكو شكوى تقدم إلى منظمة مؤتمر عدم الانحياز. احنا اذا بس الاستنكار، بس الاستنكار يعني اذا مجلس النواب حتى يعني نرفع قضيه لمجلس الامن يقول مجلس النواب ما صدر قرار يستنكر هجمات دوله على، يعني بصراحه ما شفنا عماله عشانكم انتم ودناءة نفس وطاعة الافكار اللي توصل هالمدى. امبارح انا سمعت احد الاخوان، يعني لا والله مو اخوان، هو يعني هو بس عنده جنسيه عراقيه، يقول لازم على أربيل أنها توقف التدخلات من المعارضة الإيرانية على إيران. يعني هذا اللي هو خص، يعني اللي طالب أربيل أنها توقف. طيب أربيل تقول أنا ما عندي شيء، هي هذا اعتداء على سيادة، يعني من يقصف. لا لا يعني لا، يعني إحنا ليش ما نجيبها من غير باب؟ إذا هم يردون الإيرانيين أن توقف أربيل أو الحكومة بغداد، المعارضة الإيرانية اللي بالداخل وأكو داعم على أساس من العراق، زين ليش ما يشيلون ايديهم من اللي يدعمون الايرانيين بالداخل العراقي ويرفعون التمويل عن الميليشيات ويرفعون التمويل عنها ويخلون البلد بحاله وساعتها لما يطلبون هذا الطلب ونقول لهم على راسنا؟ من اللي يقول السالفه؟ ما حد يقول هذا، لكن هو ترى ايران تشيل بمكيالين. ايران قبل من كانت تدعم منظمه بدر وتدعم بعض الاحزاب الكرديه اللي كانوا يدخلون الى العراق ويسوون عمليات تفجير بالناصريه وبالكوت وبالياله، ايران كانت تبدهم، بس النظام السابق ما قصف ايران، راح اشتكى الى الامم المتحده. يعني ليش انتم قبل تسمحون لانفسكم واليوم انتم ترفضون هذه من العراق انه يدعم معارضه؟ هذا طبعا اذا صحيح اكو دعم معارضه، لكن احنا اليوم يعني هذا مو اكيده، لكن هذا تضاف تاكيد الى التاكيدات اللي عندنا موجوده انه الاعمال الموجوده للاسف لمن يسمى بنفسه بتمثيل الشعب العراقي وصلت الى حد يعني لا توصف، لكن نقول مع الاسف العادي الموجود في ونسال الله الرحمه للشهداء في اخواننا في كردستان. ابو علي من واسط كنت ويانا، شكرا لك اخوي العزيز. كشف مركز العراق لحقوق الانسان بالبصره عن وفاه شاب يبلغ من العمر 18 سنه بقسم مكافحه المخدرات نتيجه التعذيب المركز. المركز قال أنه ملف التعذيب داخل السجون بالبصرة صار ظاهرة متكررة، وأشار إلى أنه ذوي الضحية حركوا شكوى قضائية ضد المتسببين بالحادث. وأشار المركز أيضا إلى أنه الأحصائيات المسجلة بشكل رسمي عنده بلغت أكثر من 4 حالات وفاة بسبب التعذيب داخل السجون بالبصرة خلال هاي السنة. وأضاف المركز أنه السجون الخاصة بمكافحة المخدرات بالبصرة مكتظة، ماكو لها اي رعايه لازمه من قبل الحكومه والجهات المختصه بمتابعه هكذا نوع من الملفات. خلونا نشوف هذا الفيديو. هذا السوداني قبل ايام يقول سوف اعوض اي واحد سبب غلط او ضرر او تعذيب داخل السجون. احنا بكم البصره لو خطا طبي لو تعذيب، هاي رابع حاله عندنا بالتعذيب بجرائم البصره. نريد تحقيق اسرع ما يمكن من وزير الداخليه يجي يحضر هنا البصره ويشوف الوضعيه. رابع حالة قتل بالتعذيب داخل السجون بالبصرة. ثانيا المادة 37 فقرة ج يقول يمنع التعذيب بالإكراه، سحب الاعتراف بالإكراه، وبالتالي قائد الجرائم ينتهك الدستور والقانون
على السيد السوداني وعلى قائد الشرطه وعلى وزير الداخليه التحقيق بالامر واقالتهم ومحاسبتهم على انتهاكهم للعقد المقدس اللي هو الدستور العراقي، بالتالي غير شرعي وجودهم بهذه المناصب لانه هذه رابع حاله اللي تكون فيها الدستور العراقي اللي ماده صريحه وواضحه ماده 37 فقره ج، كذلك القاء القبض او التحقيق مع اي شخص الا بامر قضائي، هم جاي يحققون مع الاشخاص بدون اوامر قضائيه وكذلك يعذبون ويتحكمون بالدستور العراقي. هذه صورة الشاب اللي عمره 18 سنة اللي راح نتيجة تعذيب مركز مكافحة المخدرات بمحافظة البصرة. السؤال اللي ينطرح هنا، بدل ما تعذب هذا إذا كان متعاطي، أولا لازم عندك أمر قضائي، لازم أكو أصول دي التحقيقات ممنوع بها التعذيب نهائيا لأنه التعذيب محرم دوليا. أنا أريد أسألك سؤال، بدل ما تعذب هذا، أكو متسبب للوصول إلى هاي الحالة، تقدر تروح تجيبه وتقول له ليش دا تبيع مخدرات بالعراق؟ جاوبوني إذا يقدرون، مو الناس، هم إذا يقدرون. نبقى بالبصرة مشاهدينا الكرام ونروح على الانتهاكات اللي تصير بمحافظة البصرة. عندنا مركز العراق لحقوق الإنسان طالب رئيس الحكومة الحالية محمد الشيعة السوداني بفتح السجون لمنظمات حقوق الإنسان وتكثيف الجهود الرقابية وحملات التفتيش المفاجئة وزيادة الدورات التدريبية الخاصة بحقوق الإنسان للحد من حالات التعذيب بالسجون الحكومية وإنهائها المفروض، بعد أن تحولت هاي إلى ظاهرة حقيقية يعاني منها أهالي البصرة بسبب الضعف الرقابي من قبل الحكومة وإيجاد حل سريع يضمن الكشف عن المقصرين وتقديمهم للعدالة. جت هاي الدعوة وراء الكشف عن ثاني وفاة بسبب التعذيب خلال 24 ساعة، وراء ما سجلت وفاة الشاب عبد المحسن بسبب التعذيب بشعبة جرائم أبو الخصيب، وراء تعرضه للتعذيب والضرب اللي أفقده حياته. خلونا نشوف. شوف يا حضرة محافظ البصرة، يا رئيس الوزراء، يا السوداني، يا محمد، احنا نتنخى بك، وهذا محافظ البصرة، شوف هذا زلمتنا معذبينه، رائد محمد وملازم مهند مدير جرائم ابو الخصيب، رائد محمد، شوف التعذيب، شوف هذا الشاب، شوفه بحظهم وبختهم ان شاء الله، هذا الانسان بريء، شوفه خانقينه خنق، الله يشهد عليه، شوفه وهذا رجال منتسب، هذا رجال منتسب بالدوام، جو خذوه من الدوام وعذبوه، رجال بريء. سمعت؟ شوف هذا ملازم محمد، ملازم محمد، وهاي جرائم ابو الخصيب، هاي جرائم ابو الخصيب، شوف التعذيب، شوفه. وهذا القاضي، خلينا نشوف القاضي، خلينا نشوف اذا اكو قضاة نزاهة، اذا اكو نزاهة بالبصرة قضاة. يا رئيس الوزراء، يا سوداني، يا محمد السوداني، شوف الضيم، شوف هاي محافظ البصرة قضاة ابو الخصيب، شوف هاي الناس، شوف الابرياء جاي تتعذب، شوف. أي واحدة من الصور المقلقة بالعراق اللي تصير بين فترة وفترة. نبقى بالبصرة وملف انتهاكات حقوق الإنسان بها. أظهر لنا مقطع مصور التقطته كاميرا مراقبة لحظة اعتداء قوة حكومية على مواطن بالضرب. هذا المواطن شان دا يسوي؟ كل شيء ما دا يسوي، شان دا يسوق بوحدة من الأسواق بمنطقة القزيزة، ورا ما صار أكو تظاهرة والقوات الأمنية فضت هاي التظاهرة، أكو مواطن دا يسوق لا بها لا عليها، إجا انضرب. التظاهرة كانت الأصحاب عربات التوك توك. حقوقيون عبروا عن استغرابهم من التعامل الحكومي القاسي ويا المواطن خصوصا بالبصرة بظل تسجيل العديد من الانتهاكات بالمدينة. خلونا نشوف اللي صار ويا هذا المواطن. بس يبدون يشربون بعض يعني. اي هذا الشرب شوفه دولي بقي ثلاث منتسبين تعرفون هاي بالعامية شو يسميها؟ ويليام المخانيس. ناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق ويانا من محمد الصالح يقول هذول بس أريد أسألهم سؤال، اللي صاروا ولي على هذا الشاب تقدرون توقفون تاهم ظلل بدون أرقام بهذا لبسكم والهوسة مالتكم والفيكات؟ إن شاء الله يجاوبك أخ محمد.
سرمد آل أحمد يقول لو تاجر مخدرات أو منتمي الحزب ما حد يجري يمس شعره منه، بس هذا حال الفقير. كاظم المالكي السجون متروسة أبرياء، واحد منهم ابن عمي والله اختلفوا علي الشرطة وانحكم 12 سنة. والله أتمنى أخ كاظم تقول لي شلون اختلفوا الشرطة وانحكم عليه. عبد الرحمن أحمد، حكومة الجبناء والديون متسلطة فقط على الفقير. إذن مشاهدينا الكرام كانت هاي التعليقات اللي موجودة بخصوص ما يحصل في محافظة البصرة من انتهاكات. عندنا مواطن دي يسوق انضرب، عندنا واحد بشعبة مكافحة الإجرام بابو الخصيب انقتل نتيجة التعذيب اللي تعرض له، وعندنا حالة تعذيب تصير في مركز مكافحة المخدرات بالبصرة أيضا، وراح ضحيته شاب عمره 18 سنة. مشاهدينا الكرام نطلع من اعتداءات القوات الأمنية وراح نروح إلى اعتداءات ثانية من نوع ثاني. الاعتداءات على المعلمين بالعراق اللي صارت واحدة من الظواهر المقلقة اللي يعاني منها البلد اللي ما تنقص المزيد من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وسط وضع أمني هش ومحاصصة بتوزيع المناصب. شغلوا السياسيين والتربويين عن متابعة مصير العملية التربوية بالبلاد اللي وصلت الحال ما يتوقع أكثر الناس تشاؤما وراء الاحتلال. أساليب وحشية بدأت تصل إلى الكوادر التدريسية بالعراق، لكن هاي المرة مو على إيد الميليشيات أو قوة أمنية أو دائرة أمنية، لا، الطلاب بأنفسهم. مثلا مصدر محلي قال أنه طاقم تدريسي، مو معلم، طاقم تدريسي يعني هيئة تدريسية بمدرسة، اتعرض الهجوم بالسكاكين من طالب مفصول ويا أصدقائه من كربلاء أو بكربلاء. المصدر قال أنه الكادر التدريسي بإعدادية المؤاخاة قضاء الهندية اتعرض إلى هجوم بالسكاكين من قبل طالب مفصول ويا عدد من أصدقائه داخل مدرسة المؤاخاة بالهندية، وأضاف أنه بسبب الاعتداء تم نقل 4 من المدرسين إلى مستشفى قضاء الهندية العام حتى يطلقون العلاج. خلونا نسمع سوية شهادة المدرسين بالمقطع هذا اللي ويانا. حتى لو كذا كل واحد عنده شعره هنا كل سنة. كم واحد هما؟ كم واحد شنو اللي صار؟ ها 9؟ هما 9 اجوا. جاد توافي إعدادي مؤاخاة. توافي وسكاكين وحديد شياش حديد. دخلوا الإدارة. تجاوزوا على المدرسين. كان قصدهم يضربوني أنا أو يقتلوني بالإدارة. قالوا لا تخلون واحد من عندهم. كلهم قتلوهم بالإدارة. مدرسين تلقوهم. شنو السبب؟ شنو السبب؟ هو سبب فصل طالب يعني قبل 10 ايام او 15 يوم صدر امر فصل طالب من المدرسه وصل ومدير عام وقع على الامر الاداري وانتهى الامر بعد هذا. تمام. هم ظلوا يتحينون الفرصه بان يعتدون على احد الاعضاء. كم واحد؟ كم واحد انصاب بهي الحاله؟ 6 مدرسين انصاب. 6 مدرسين. عندنا اتصال ويانا احمد من المانيا، حياك الله يا احمد. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، عليكم السلام ورحمة الله. مع الأسف أنا دائما أكرر وأقول بأنه في بلد مثل العراق المواطن دائما هو المتهم. مشكلة الحكام هو المواطن، هذا اللي ضايقهم في المطالبة بحقوقه، هذا اللي ضايقهم في مطالبتهم بكهرباء بماء بتعليم بصحة مع الأسف وصلت الحالة أنه الناس تعتدي على المعلمين، تعتدي على الأطباء، تعتدي على كوادر الدولة. أنا أقول هاي وماكو الحكومة العراقية لا تحرك ساكنة. أقول لو كان هذا الاعتداء على وحدة تشتغل أجلكم الله من النوعيات اللي نعرفها واللي لها علاقات بالمسؤولين، أو لو كان الاعتداء على واحد تاجر مخدرات أو على واحد، هل كان يجرؤ أحد على أن يعتدي عليه أولا؟ وهل أن الحكومة ستبقى ساكتة؟ أكيد لا أخي، ما ظل قدر وقيمة لصاحب الشهادة، للرجل اللي يحاول يعيش بعرق جبينه ويعيش عيشة كفاف وبحلال رزق حلال. نعم. الوقت وقت الناس متسلقين على السلطة. وأقول أنا شغلة واحدة نبه عليها، أنه هذا الإجراءات اللي هالأيام هذه جاي يصير بالبصرة وبغيرها لا تفصلها عن الواقع الإقليمي. يعني نعم. قصدي هذا تخويف للشعب، لأنه لربما يحاول أن يسلك الطريقة التي سلكها الإيرانيين ويقلبوا زمام الأمور. نعم. لذلك أقول أنه تخيلوا هالأيام هذه وتوقعوا أنه تكون سطوة الميليشيات وسطوة القوى الأمنية كبيرة جدا على الشعب،
خوفا من تكرار التجربة الإيرانية بالعراق. نعم نعم، شكرا شكرا لك أخ أحمد. نرجع إلى قضية الاعتداء على المعلمين. كلنا تربينا على المقولة اللي تقول قف للمعلم يوفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا، وتعلمنا على أيدين معلمين حاسبوا وضربوا وعلموا وربوا، وما كان أكو طالب يقدر يفك حلقة أو ولي أمر يحاسب المعلم، لأن كان الأب والأم قلبا وقالبا ويا المعلمة أو المعلم، بحيث من يجي طالب ويشتكي الأهل على معلم من المعلم المدرسة رأسا يقولوا له لا ما مسوي شيء، ما كان صار هالشيء، فيسكت وينتهي الأمر. لكن يبدو أنه التدخلات العشائرية وضعف القانون بحماية الطواقم التدريسية دفع الأخيرة إلى المطالبة أنه يسنون قوانين أكثر شدة وصرامة حتى يحمون المعلمين من هكذا تصرفات. معاملة الطلبة المسلحين طالبوا أن يتم معاملتهم وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب على غرار تعامل الجهات المعنية ويا ظاهرة الدقة العشائرية. بالأنبار أظهر صور التقطها كاميرا مراقبة لاعتداء على معلم بمدرسة بمدينة الرمادي. نتيجة شنو؟ هذا المعلم حاسب طالب، يقول المعلم أو مصادر محلية تقول أنه هذا الطالب أساء الأدب بالمدرسة، إجا المعلم حاسبه، اتفاجأ الأستاذ هو ببيته أنه هجموا عليه أبو المعلم، عفوا أبو الطالب وأولاد عمه، والهجوم صار به اشتباك أدى إلى جرح الأستاذ بجروح بليغة وأخويا ونقلوه للمستشفى. خلونا نشوف اللي صار. مثل ما تلاحظون شاب دا يعبر الشارع، هجموا عليه، واحد شايل له قامة شايل له كلونك الله أعلم، ضربوه حصروه بالحائط، جو بعد جماعة ثانيين. الصورة إذا تشوفوها حاليا التموا العالم، واحد بسيارته مر ما له علاقة، جماعة عبر الشارع. يعني هاي الحالة اللي دا تصير اليوم بالعراق، معلم حاسب طالب، وش صار؟ انقلبت الدنيا مثلا؟ طالب أبوه يجي جايب له قامات وجايب ولد عمامه ويضربون الأستاذ ويضربون أخوه ينقل المستشفى. ليش؟ لأنه هذا الأستاذ طلع أستاذ ما يعرف يدرس، لأن ما من حقه يحاسب طالب أساء الأدب أثناء المدرسة أو داخل المدرسة. هاي واحدة من الحالات اللي بعيدا عن الحكومة الشعب إلى دور بيها، هاي واحدة من الحالات اللي المفروض الشعب يوعي ويصحى، لأنه المعلم اسمه معلم، شلون راح يعلمني إذا ما يحاسبني؟ وشلون راح يعلمني إذا ما يدربني؟ وشلون راح يعلمني إذا ما يحكي وياي؟ وشلون راح يعلمني إذا ما يعصب علي إذا ما افتهمت من عنده؟ ما أعرف. ناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك، مؤمن الجناب يقول ضعف في قانون حماية المعلم، مع الأسف على هيك ناس تعتدي على كادر تربوي، المفروض مدير التربية يفتح تحقيق لأن أحد كوادر التربية تعرض للإهانة والضرب. عبد الله العراقي يقول لو أكو دولة وقانون ما تجرأوا عليه، بس للأسف فالته وبس على الفقير يطبق القوانين. كاظم أبو علي يقول هذول ناس ما يعرفون معنى التربية، عليهم احترام المعلم حتى لو كان خطأً. لا، ما عليهم احترام المعلم حتى لو كان خطأ. إذا كان المعلم مخطئ أكو دائرة تربية هي المسؤولة عنه، أو أكو وزارة. أستاذ حامد جاسم محمد يقول استهتار وانحطاط خلقي مع الأسف نهاية التعليم في العراق. هاي كانت تعليقات فيما يخص التعليم. من المفترض أن المعلم ما نقول عليه مقدس، لكن المعلم إلى احترامه، لأنه هذا اللي قاعد يعلم ابني، هذا اللي ربي لي ابني، ولازم أزرع عند ابني حبه للمعلم واحترامه من عنده. إذا نقول أنه قبل ما كانوا يضربون، لا كانوا يضربون مساطر وشاطب رمان وعوادين سعف، بس ما كنا نقدر نحكي. ليش؟ لأن كان المعلم الاحترامه، وكان الأب دائما يطبق بصف المعلم، ولما يخطئ المعلم تلقي الأب على صفحة وبعيد ويجي يحكي ويا المعلم بينه وبين نفسه حتى ما يوصلوها شكاوى رسمية. لما تصير مشكلة كبيرة والمعلم أخطأ بحق طالب أو أذاه أو سبب له ضرب بإيده وقطع وما أعرف شنو، هاي لا تصير شكوى للوزارة للتربية ما أعرف شنو تنحل. أما يضربون الأستاذ هاي جديدة. مشاهدينا الكرام ابقوا ويانا، نرجع بالملف الرابع لكن وراء الفاصل.
مع اختلاف ألوانهم، مع اختلاف اجتهاداتهم، مع اختلاف توجهاتهم، يعني بشرط أن يكونوا شركاء في النقاط الأساسية. هناك دائما معارك على الجيل الجديد في تركيا، ما هو حضوركم وتأثيركم في هذا المجال؟ وضع الجماعات والجمعيات، تعاونهم وتصاندهم، هل هو على المستوى الذي نحن نستهدفه ويجب أن يتحقق؟ لا، ولكن هل هو متخلف كما نحن كنا نعاني منه من قبل؟ هذا أيضا الحمد لله لا. كل مسلم مسؤول حسب طاقته، العلماء مسؤولون حسب طاقتهم وطاقتهم، الإبلاغ والتبليغ والتحذير والتبشير والتنظير. موقف إيران سياسيا في العراق وفي سوريا وفي اليمن، هذا الموقف في الحقيقة ليس موقفا إسلاميا ولا يتلائم مع الدين ولا مع الأخوة الإسلامية. ثانيا ليس موقفا إنسانيا. رئيس جمعية علماء المسلمين في تركيا الدكتور عبد الوهاب إكنجي في لقاء خاص يأتيكم في الأوقات التالية. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. إنجاز المعاملات الرسمية أمر مو سهل بالعراق، اللي يشكو مواطنو من هالشي بشكل كبير، ظل الصدام بروتين ممل معقد أثناء إجراء أي معاملة رسمية بالدوائر الحكومية، خصوصا أنه 80% من الإدارات بعدها تعتمد العمل الورقي حسب تقدير المراقبين، على الرغم أنه أدخلوا النظام الإلكتروني بشكل خجول بعض الدوائر الحكومية. حتى ينجز المواطن معاملة يتوجب عليه أنه ما يتذمر، لأنه ممكن هاي المعاملة تستغرق شهر 30 يوم، على الرغم أنه هي المعاملة ممكن ما تتطلب أكثر من ساعة من الزمن، بيوم واحد يطب الدائرة ويطلع وينهيها. هالشي يرتبط بالموظف اللي قاعد ورا الكرسي، ورا الميز على الكرسي، اللي معني بإنجاز المعاملة اللي المواطن طاب عليه حتى ينجزها وغايته من تأخيرها. وبالغالب يا إما يبحث الموظف عن منفعة ما بظل تقاضي الرشاوى بدوائر العراق اللي صارت ظاهرة مو سرية، إلى جانب مزاجية الموظف اللي بيتعامل ويا المواطن، واللي تصل إلى بعض الأحيان إلى عدم الالتزام بأوقات الدوام الرسمية، فتح الدوائر لاستقبال المراجعين أمام المراجعين. هذا اللي صار بالفعل بدائرة اللجان الطبية ببغداد بالكرخ، مثل ما يقول شهود عيان، يوميا يجمع هواية من الناس اللي يريدون يطبون إلى دائرة اللجان الطبية بالكرخ ببغداد العاصمة، لأنه هم يريدون يأخذون إجازة مرضية، وهم بغالبيتهم رايحين لهناك لأنهم بحاجة الإجازة المرضية. يواجهون روتين ممل، أسلوب يوصفوه بأنه مو إنساني، وبالتحديد من قبل موظفي الاستعلامات الخارجية، مثل ما يأكد لنا المراجعين. خلينا نشوف. تجمع التعاب 9:30 بعدين تعال انتظروا هنا. انا هذا الحال بدائرة اللجان الطبية بالكرخ. لكن قرب كل بناية حكومية ينتشر بالعراق اللي يسموهم المعاقبين، عادة يشتغلون جوا عباية محل طباعة أو بيع قرطاسية أو محلات بيع الاستمارات مثلا، يرتبطون ذولا بموظفين داخل الدوائر حتى ينسقون إنهاء المعاملات مقابل تقاضي رشوة متفق عليها بين الموظف والمعقب، حتى ينجزون هاي المعاملة بشكل سريع من دون أن يضطر الموظف إلى التعامل ويا المواطن بشكل مباشر، على الرغم أنه هذا الصحيح. المواطن يطلب للموظف: السلام عليكم، عندي معاملة فلانية، تفضل استريح، كمل المعاملة، قال له قوم روح الله وياك. المواطنين يعتقدون أنه أكو تعمد بعرقلة إنجاز معاملاتهم حتى ينطون مساحة أكبر للمعقبين، حتى يلجأ الناس إلهم.
هذا ما أكد مواطن من البصرة لما انصدم من الإجراءات البيروقراطية خلال مراجعته لدائرة المرور بالمدينة بالمدينة، الأمر اللي راح يخلي يروح إلى معقب مثل ما هو يقول. خلونا نسمع شهادته قبل عرض التعليقات. نصيحة لوجه الله تعالى، اللي عنده معاملة بالمرور لا يراجع عليها، وينشيل قلبه وينقطع رزقه 7 أيام 8 أيام، يعطيها المعقب ويحفظ كرامته وينجز معاملته بأسرع وقت. بشرفكم شنو تجديد إجازة السوق؟ صار لي أنا 7 أيام يوم قضيته بالفحص مال النظر، ثاني يوم جيت الساعة 8:15 أطيت المعاملة رأساً أطاني قصاصة روح تعال باكر، أنا ما عندي شغل وعمل أجي باكر. جيت ثاني يوم وديتها لهذا أبو البصمة روح باكر، كله بداية الدوام يقول لي روح باكر روح باكر روح باكر، وهاي يومي التدقيق روح باكر، الحاسبة روح باكر. شنو صدق كذب؟ يعني أنا وين وزير الداخلية؟ السيد وزير الداخلية المحترم اتخذ إجراءاتك بحق مديرية مرور محافظة البصرة، شوف الإجراءات الروتينية، يعني شلعون قلبك وطلعوا لك هاي روتينات على مود تضطر أنت تطيها المعقب. نعم هاي شلعان القلب وهذا الروتين هاي كلها على مود تطيها المعقب، على مود يستفادون أصحاب الأنفس الضعيفة. أنا ما أعلم بالغيب بس هذا مو سوى هيجي والناس سمعته، أضمن لكم معاملته ما مشت. الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع. سالم الخيكان يقول والله صحيح، رشاوي وفساد كارثة مرور البصرة، ماكو أي مراقبة، حسبي الله ونعم الوكيل. رحيم أبو عباس، هذا كله تسويف حتى المراجع يمل من الروحة والرجعة حتى يطيها المعقب أو يضطر يدفع رشوة على مود تنجز المعاملة مالته، حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. جعفر الإبراهيمي يقول مهزلة واستهتار واستخفاف وتقليل قيمة المواطن العراقي تؤدي لهيج تصرفات. حيدر السيلاوي، كل دوائر هيج ذلة ومهانة، المواطن مو بس المرور، ماكو لا ضمير ولا إنسانية بقت بعد. كانت هاي تعليقات الناس حول ما يحصل بالدوائر الحكومية من معرقلات أمام المواطن العراقي. محمد من أمريكا حياك الله. تحية قناة الرافدين البطلة، حياك الله. سادة عمري، هم جايين بتدمير العراق رحمة الوالدين، هم كل الدوائر الحكومية يأخذون رشاوي كفيلك الله وبطاقة السكن، شهادة الجنسية، إذا ما تطيهم فلوس ما يسوي لك معاملة، كفيلك الله كله. وهذا بالنسبة لي كنت مهجر، أروح على شارع فلسطين مال المهجرين أقول له أنا مهجر أريد حقوقي، يقول لي أنت سني ما لك حق نطيك مال المهجرين، كفيلك محمد. هم كلهم تابعين، كفيلك الله تابعين كل الإيران، ليسوا للعراق، جايين يدمرون العراق، لا محمد السوداني ولا غيره، كفيلك الله تدمير العراق من وراء أهل العمايم وأبو قاط وأبو عقال، دمروا العراق، هم سببهم، هم صارين في العراق. عمي شوف الدول شلون صارت، الدول العربية قطر وغير قطر، سوري مثلهم، والله العظيم ما يسورون مثلهم، ما زلنا كل الشالة، ما زلنا الشالة أهل العمايم وأهل القوط وأبو عقال، البلد ما يصير براسه خير، والله العظيم، عمي دمروا البلد، والله العظيم هي شغلة مقصودة من إيران، الله يهجم إيران. على إيران وأبو إيران. تحياتي قناة الرافدين البطلة. شكراً شكراً, شكراً شكراً لك. الجيوش الإلكترونية مصطلح يطلق على مجموعات مدربة تعمل وفق أجندات خاصة وتهدف إلى أن تأثر على الخصوم ويروجون لوجهة نظر معينة ويسكتون أو يشوهون سمعة المناوئين لهم، إلى جانب ترويج إشاعات أو أكاذيب أو محاولة خلق بلبلة بين صفوف الناس عبر حسابات بأسماء وهمية تدار عن طريق روبوتات هم يوجدوها. تستفيد الميليشيات والأحزاب بالعراق من هاي الجيوش الإلكترونية أو مثل ما يسميها البعض الذباب الإلكتروني حتى يسوون دعاية وتسويق وتوجيه انتقادات وشن حملات ترهيب للجم المعارضين. عادة ما يواجه الناشطون الصحفيون بالعراق حملة من الاتهامات والتهديدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حسابات وهمية ومجهولة الهوية تحمل صورة شخصيات معروفة أو ميليشيات أو فصائل منطوية بميليشيات الحشد الشعبي. حتى تعرفون المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع وياكم هذا التقرير اللي أعد لنا قسم التواصل الاجتماعي بقناة الرافدين. خلونا نشوف سوية.
الأصدقاء القريبين من جهة سياسية العمل لصالح هذه الجهة، مرة بالدعاية الانتخابية، مرة حتى سقط الخصوم السياسيين مقابل راتب شهري. طبعاً أنا عندي أصدقاء بدأوا بالعمل لصالح الجهات السياسية منذ سنة 2014، تحصلوا على تعيينات حكومية مقابل العمل كجيوش إلكترونية لهذه الجهة. يوثق الحياة اليومية للناس. كيف بدأوا مشوارهم؟ وما هي طريقة إدارة أعمالهم؟ ويسجل لحظات النجاح والإخفاق التي عاشوها. أعمال وأرزاق يأتيكم في الأوقات التالية على قناة الرافدين. حياكم الله مرة ثانية برنامج صوتكم. على الرغم من إغلاق السلطات الحكومية عدد من مخيمات النازحين بمحاولة أن يصورون نفسهم على أنهم دا يشتغلون على تسوية ملف النزوح، إلا أنه أكو أكثر من مليون نازح بعدهم ما قادرين أن يرجعون إلى بيوتهم اللي هم كانوا عايشين بها أو مناطقهم الأصلية. معظمهم من مناطق تسيطر عليها الميليشيات الولائية، خصوصا جرف الصخر شمالي محافظة بابل. وتمنع هاي الميليشيات ومن سنوات أهالي هاي المناطق أنه يرجعون إلها تحت ذرائع مختلفة، وهو اللي خلي النازح أمام مستقبل مجهول نتيجة وجود مخيمات وزارة الهجرة والمهجرين بعيدة أن تولي أي اهتمام بها حسب مراقبين. بهالأثناء مدونون وناشطون دعوا السلطات الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان إلى أن يهيئون الظروف المناسبة حتى النازحين يرجعون لبيوتهم ومناطقهم، وبمقدمتها إخراج الميليشيات اللي استولت على بيوتهم، إضافة إلى تعويضهم حتى يقدرون يبنون بيوتهم من جديد ويعمروها ويعمرون مدنهم حتى يبدون حياتهم من جديد بناء على ما جرى تدميره خلال العمليات العسكرية. المدونون حملوا الحكومات المتعاقبة، خصوصا حكومة محمد الشيع السوداني الأخيرة، مسؤولية تدهور أحوال النازحين في العراق، وخصوصا بالمخيمات مع بداية فصل الشتاء. خلونا نستعرض سوية عدد من التغريدات على وسم أو على هاشتاغ عودة النازحين مطلبنا. أول تغريدة ويانا على تويتر من علي الزيدي يقول: هل يقبل السياسي والناهب العراقي والمعمم أطفاله وعائلته بالشارع تستجدي ومشردين في الشوارع؟ ولكم استحوا، أين ذهبت أموال النازحين؟ حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. هاشتاغ عودة النازحين مطلبنا. ريم تقول: أطفال العالم من أولويات كل دول العالم، بلدنا أربح تجارة هي تجارة الأطفال. هاشتاغ عودة النازحين مطلبنا. آسيا الواسطي تقول: هاشتاغ عودة النازحين مطلبنا، الشتاء يقتل النازحين، حسوا يا حكومة يا أحزاب إسلامية. بنت العراق تقول: إلى كل شريف، إلى كل غيور، إلى كل وطني يطالب بوطن كريم يشارك الهاشتاغ.
أطفال نساء كبار بالسن في مخيمات بالية لا تحمي من برد ولا من حر. لحظة تصوروا أنتم وعوائلكم بهذا الحال، سنحاسب لسكوتنا ورضوخنا عن الظلم. هاشتاغ عودة النازحين مطلبنا. إذن كانت هاي مجموعة من التغريدات اللي اختاريناها لكم على الوسم اللي استصدر ترند العراق اليوم، وهو هاشتاغ عودة النازحين مطلبنا. وقبل أن نختم البرنامج مشاهدينا الكرام، وصلتنا رسالة إلى صندوق الوارد في برنامج صوتكم. الرسالة أمامكم الآن وراح أقراها لكم. الرسالة تقول: أولاد اثنان جاسم وقاسم من ناحية الصينية التابعة لقضاء بيجي، تم اعتقالهم استنادا لمخبر سري ظلما وبهتانا وزورا، ساوموهم على 4,000 دولار وهم لا يملكون قوت يومهم، وبعد ذلك تم اعتقالهم ومن بعدها نقلوا لسجن ملعب الشعب. يوم أمس تم الحكم عليهم بالإعدام. جاسم متزوج ولديه 5 أطفال، وقاسم شاب من مواليد 93، علما أن والدهم قد أصيب بالجلطة ووالدتهم أغمي عليها بعد سماع الخبر. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه الرسالة اللي تتكلم عن حال أولياء أو ذو المعتقلين بالعراق. دول أب وأم جاسم وقاسم مو الوحيدين بالعراق. هاي الرسالة اللي وصلت هي تبين حال الكثيرين بالعراق. أكو هواية اليوم اللي يعيشون بالعراق بمحافظة الأنبار، صلاح الدين، نينوى، إديالة، بغداد، التأميم، ما يعرفون ولدهم وين. الأمثلة كثيرة. سيطرة الرزازة وحدة، التظاهرات اللي صارت في ساحة العز الكرامة، أيضا الحملات الدهم والاعتقال اللي بين فترة وفترة تصير بالطارمية، بالراجدية، بالأنبار، بصلاح الدين، بجرف الصخر إذا بقى بها أحد من سكانها، بنينوى، بديالة، بالتأميم، يصير على ضوءها اعتقالات. وإضافة إلى ذلك أنه بعض القضايا اللي تصير بالعراق، مثلا مشاجرة بين شخصين طبوا إلى مركز الشرطة، أكو ضابط يريد يحقق مكسب مادي، وانذكرت ببرنامج صوتكم حلقات قديمة أنه الضابط راد فلوس من واحد من الطرفين، ما عندهم أهله يطوا فلوس، انحكم وراح وطب جوا وما يندلوا. هذا كله راح يبين لكم مشاهدينا الكرام أنه أكو مشكلة. أول مشكلة موجودة ويانا هي المخبر السري. المخبر السري اللي استخدم بالعراق لتصفية الحسابات. واحد زعلان من ابن جيرانه، ليش؟ لأنه هذا عنده مشكلة ويا ابن عمه، راح لفق له قضية بطريقة سرية وأخبر عليه تحت ذريعة المخبر السري وراح انتهى. واحد حصل وظيفة بمكان معين وهذا الشخص اللي مقابله يريد هاي الوظيفة، لفق له تهمة وراح جوه وندب ورا الشمس مثل ما يقولون العراقيين. أول مشكلة لازم يتخلص منها العراقي هي المخبر السري. ورا ما يتخلص من المخبر السري عندنا مشكلة أكبر، هي مشكلة القضاء العراقي. لأنه أغلب الاعترافات اللي تصير والأحكام اللي تصير مثل حكم الإعدام هذا هي نتيجة التعذيب. يجي مواطن بسيط ما إلى علاقة يعذب أشد أنواع التعذيب بالسجون ويطو ورقة يوقع عليها القاضي، يعرف أنه هذا اللي قدامه ما له علاقة بالقضية هذه، لكن نتيجة التعذيب وقع على هذا الاعتراف. لا يحكم القاضي بأنه يجب إعادة التحقيق، ما يحكم القاضي أنه يجب أن يكون أكو محامي دافع عن المتهم، ما يعمل بمقولة المتهم بريء حتى تثبت أدانته، لا، عندنا المتهم مذنب حتى تثبت براءته. وحتى المتهم اللي تثبت براءته أكو هواية من الحالات اللي ناس اتصلوا ببرنامج صوتكم يقول أنا ابني معتقل، القاضي حكم له بالبراءة والحكم صار له 8 أشهر و9 أشهر و10 أشهر والمفروض يطلق صراحة، لكن يردون فلوس من عندنا وإحنا ما عندنا فلوس نعطيهم، بعد ابننا بالسجن. فحتى من تثبت براءة المتهم أو عفوا المعتقل البري اللي ما له علاقة بالموضوع يبقى بالسجن. ليش؟ لأن ما عنده فلوس. هاي وين مشكلتها؟ بالقضاء. وين؟ بالعملية السياسية. فإذا مشكلتنا أخواننا إذا نكبر 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 هي العملية السياسية.
فأنتم شلون تتخلصون من أدها؟ جوابها يمكم مو يمي. نلتقيكم بحلقة جديدة إن شاء الله ببرنامج صوتكم باكر بإذن الله. مشاهدينا الكرام، في أمان الله.